حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم. والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت آلة سوريا تطالب مجددا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني. ودولياً كتبت الجيش الروسي يحصل على منظومة دفاع جوي محمولة جديدة. وبالانتقال إلى صحيفة تشرين المحلية نقرأ مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وعنونت أيضا شخصيات لبنانية تؤكد مواصلة المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. وبالانتقال إلى صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ ليبيا دفع دولي نحو إنجاح الانتخابات، تجذر الخلافات لا يضمن استقرارا. وفيها أيضا موسكو توسع حملتها ضد العملاء الأجانب. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The New York Times والتي كتبت خلافات الديمقراطيين تؤجل التصويت على قانون البنية التحتية. أما صحيفة The Times فجأة فيها الجيش البريطاني ينشر قواته للمساعدة في حل أزمة الوقود. وبالانتقال إلى فرانكفورتر الجوماين، ألمانيا تحقق مع تركيا بتهمة التجسس لصالح مخابرات بلاده. وأخيرا مع صحيفة البايس والتي عنونت إسبانيا تضمن حصتها من الغاز بإقناع الجزائر في استمرار العمل بالأنبوب المار عبر المغرب. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت انتكاسة جديدة لمندي في ريال مدريد، وقمة أتلتيكو وبرشلونة مفترق طرق لمستقبل كومان وسيميوني. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري ديلو سبورت والتي عنونت جوفنتوس يتفاوض مع بيرلو لإنهاء عقده، وإنتر ميلان ضيفا ثقيلا على ساسولو لاستعادة الانتصارات بالدوري الإيطالي. إدلب وما بعدها عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها الجيش العربي السوري يعزز انتشاره في قرى وبلدات حوض اليرموك بريف درعا، وعشرات المسلحين والمطلوبين والفارين تتم تسوية أوضاعهم تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة. وبالتوازي عادت عشرات العائلات إلى بلدة حيش في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها إلى جانب العديد من القرى في تلك المنطقة قبل عدة أشهر. وهذه الإنجازات المهمة سيواكبها قريبا إنجازات أخرى في إدلب وغيرها، حيث الدولة السورية اتخذت قرارا لا رجعة فيه بتحرير ما بقي من مناطق تحت سيطرة الإرهاب وداعميها. والجيش مصمم على مطاردة فلول الإرهابيين أينما وجدوا لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن. وتابع المقال إدلب تنتظر موعد تحريرها من إرهابي النصرة ومن قوات الاحتلال التركية، فهي باتت المعقل الأخير للإرهابيين الذين يحاول الغرب بقيادة الولايات المتحدة نزع صفة الإرهاب عنهم وإلباسهم لبوس المعارضة المعتدلة لمواصلة الاستثمار بجرائمهم وأدوارهم الوظيفية. ونلاحظ كيف يستميت اللص أردوغان لأجل إبقاء هذه المحافظة تحت سيطرة إرهابيها، ولكن المتغيرات الميدانية والسياسية باتت تحتم عليه التخلي عن ألاعيبه وأوهامه وقراءة الرسائل الروسية قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا سيما أن صبر الدولة السورية قد نفد، وبحال لم ينفذ التزاماته بموجب مخرجات أستنا وسوتشي فإن اللجوء إلى عملية الحسم العسكري بات الخيار الوحيد للجيش العربي السوري وحلفائه. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة الشهر القادم. وفي التفاصيل أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في هذا الشهر. وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز في الفترة ما بين 6 و10 من شهر أكتوبر سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظواهر
ظاهرة تساقط الشهب في السماء، وأفضل فترة لمشاهدتها ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس وحتى منتصف الليل. كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب، كما أشار البيان إلى أن سكان الأرض سيتمكنون أيضاً من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر والسابع من نوفمبر القادمين، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في 22 أكتوبر. تأجيل 5 رحلات في مطار طوكيو والسبب غريب، نتابع هذا العنوان في فقرة الصفحة الأخيرة. اضطر مطار في طوكيو إلى تأجيل عدة رحلات الأسبوع الماضي بعدما قررت سلحفاة السير على المدرج. وقع الحادث في مطار بطوكيو عندما شهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار بينما كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع. دفع ذلك الطيار إلى استدعاء مراقبة الحركة الجوية، وبعد ذلك تمت إزالة السلحفاة بواسطة العصا وبمساعدة شبكة، لكنها أطلقت عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل والتي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، وتسببت جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير 5 رحلات. ويعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد نحو 100 متر، في حين أن الحيوانات التي تعيش في الشوارع غالبا ما يتم رصدها في مدارج المطارات المختلفة، إلا أنه من النادر العثور على سلاحفة تسبب اضطرابات مماثلة في المطارات. ومع ذلك فإن شركة الطيران راضية عن التأخير الذي حدث، ووصفت اكتشاف السلحفاة بأنه حظ جيد، وقالت في هاواي ينظر إلى السلاحف البحرية على أنها تجلب الحظ السعيد، ونأمل أن تشير هذه السلحفاة التي وصلت إلينا إلى مستقبل مشرق. والآن مشاهدينا مع رشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.